السلطان سليم الأول على فراش الموت، دمن قاتل بين كتفيه قضى على حياة واحد من أقوى السلاطين العثمانيين. اختار بأن تكون آخر الكلمات التي يسمعها آيات من سورة ياسين. وعن حيثيات وفاة هذا السلطان سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. مصدر هذا التقرير كتاب روائع من التاريخ العثماني، حيث ذكر فيه بأنه يوم الثلاثاء المصادف للسابع عشر من تموز سنة 1520 ميلاديا، أي غداة حملة السلطان سليم الأول على أديرنا، كان هذا الأخير يتمشى في حديقة قصره مع نديمه المخلص حسن جان. وبعد ساعة من المشي والمسامرة التفت السلطان إلى نديمه قائلا: إنني أحس وكأن سفودا محميا يحرق ما بين كتفي، ألا ترى ما الأمر يا حسن؟ وعندها اقترب النديم من السلطان الذي كشف له ما بين كتفيه ليجد حبة حمراء صغيرة، وعندما فحصها بإصبعه وجدها صلبة فقال: أرى يا مولاي أن تعرض نفسك على طبيبك ليضع على هذه الحبة دهنا من الدهون التي يستعملونها للجروح ولمثل هذه الأمور. ولكن السلطان الذي كان قد بلغ الخمسين من عمره أجابه قائلا: أمن أجل هذه الحبة الصغيرة أعرض نفسي على الطبيب؟ أحسبتني شابا ناعما لكي أفعل هذا؟ ستزول الحبة من نفسها. وطبعا لم يستطع النديم أن يلح أكثر، إلا أن السلطان سليم في تلك الليلة لم يستطع أن يغمض عينيه، فلقد زاد ألمه حتى أصبح نارا ملتهبة بين كتفيه. وما إن صلى سليم القاطع صلاة الصبح حتى أمر بتهيئة حمام حار له، وعندما دخل الحمام استدعى الدلاك وأمره بعصر تلك الحبة الحمراء، وكانت هذه الحبة آنذاك قد كبرت وانتفخت وأصبحت دمولة كبيرة. ولقد كانت هذه الدمولة من النوع الذي يطلق عليه الأتراك اسم شيربانجا، وهي دمولة قاتلة لم يكن الطب آنذاك قادرا على علاجها، وتعرف أيضا على أنها إحدى الدمامل الدموية التي تحدثها عادة جرثومة راستافيلوك. ولقد تطرقت الدراما التركية إلى مثل هذه الدمامل حين تم تقديمها على أنها سبب وفاة السلطان خورم، وفعلا هنالك دمولة قادرة على قتل إنسان، إلا أن سبب وفاة السلطانة خورم لم يتم تحديده قطعيا. نعود إلى السلطان سليم الأول الذي تحمل على نفسه وعلى آلامه وتهيأ للسفر على رأس جيشه إلى أديرنا، غير آبه برجاء مقربين منه بتأجيل هذه الحملة أو تعيين أحد القواد لقيادتها بدلا عنه. ولقد قال السلطان حينها: لقد أعطينا وعدا ولسنا من الذين يتراجعون عن وعودهم. ولقد سارت الحملة في اليوم الموالي، أي في الثامن عشر من تموز سنة 1520، متوجهة نحو أديرنا والسلطان سليم على رأسها. ولقد كان يقاسي الآلام المبرحة، إلا أنه في الطريق تضاعفت آلامه حتى أصبحت لا تطاق. وعندما وصل الجيش إلى وادي أغراش لم يعد السلطان قادرا على البقاء على ظهر فرسه، فأمر بالتوقف وضربت الخيام هناك، وتمدد السلطان على فراش المرض في خيمته. كان الألم في تزايد مستمر حتى أصبح ألما كاويا فظيعا. ورغما عن ذلك فإن السلطان لم يستطع أن يتأوه أو يبكي، إلا أن آلامه الفظيعة كانت مفضوحة من عينيه، حيث كان باديا للجميع الألم الذي يحس به. ويروى بأن أنه التفت إلى نديمه قائلا: ألا ترى يا حسن حالنا هذه؟ انظر فإننا نكاد أن نبكي من الألم كطفل صغير. وعندها قال له نديمه المخلص وهو يحاول ألا تطفر الدموع من عينيه: استرح يا مولاي استرح، وسيقوم الأطباء بعمل اللازم إن شاء الله. وعندها أجابه سليم الأول قائلا: أنا أعلم يا حسن أن علاج الموت هو الموت نفسه. ولم يغادر السلطان سليم القاطع هذا الفراش بعد ذلك أبدا، حيث مرت الأيام والأسابيع والآلام تتزايد عليه حتى امتدت إلى كل جسده، وبدأت الآلام المبرحة تنحر في مفاصله. ولقد كان الأطباء عاجزون عن تقديم أي عون له، وعلم بأن نهايته قد اقتربت، فأرسل عندها رسولا يستدعي الصدر الأعظم بيري محمد باشا والوزير مصطفى باشا وأحمد أرناؤوط باشا. وبعد خلو خيمة السلطان إلا منه من نديمه حسن، قال سليم لنديمه بابتسامة حزينة:
دينا، ما هذه الحال يا حسن؟ فأجابه نديمه المخلص: إنه الزمن الذي يجب أن يكون الإنسان فيه مع الله يا سلطاني. قطب السلطان حاجبيه وقال: ومع من كنا حتى الآن؟ مع من كنت تحسبنا يا حسن؟ لم يجب النديم بل جلس يبكي في ركن من الخيمة حتى شعر بالصدر الأعظم بير محمد باشا وهو يدخل الخيمة. وعندها قال السلطان بصوت واه للصدر الأعظم: أرجو المعذرة لأنني لم أستطع بسبب مرضي أن أستقبلكم واقفا. وعندها أكب عليه الصدر الأعظم بيري باشا مقبلا يديه والدموع تملأ عينيه قائلا: ستشفى يا سلطاني إن شاء الله. إلا أن سليم أجابه قائلا: كلا يا محمد، يكفي هذا، إنني أحس بضعف شديد، لقد تعبت من هذه الآلام، نريد أن تنتهي هذه الآلام وإن كانت نهايتها الموت. سيكون ابني سليمان سلطانا بعدي، فأظهروا له الإخلاص الذي أظهرتموه لي. وبعد أن أكمل هذه الكلمات أدار سليم عينيه يبحث عن نديمه حسن قائلا: أين حسن جان؟ أسرع إليه نديمه قائلا: نعم يا مولاي، إنني هنا بقربكم. فقال له سليم: اقرأ يا حسن سورة ياسين. عندها جثى على ركبتيه قرب فراش السلطان وبدأ يقرأ سورة ياسين، والدموع تسيل على خده حتى أتم السورة. نظر إلى السلطان فرآه يشير إليه بيده أن يعيد قراءتها. وعندها بدأ حسن يعيد قراءة سورة ياسين حتى وصل إلى الآية: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وعندها أخذ السلطان نفسا عميقا فتفطن إليه حسن وتوقف عن القراءة رافعا نظره إلى السلطان، فإذا هو قد جاد بنفسه، فتناول عندها يده وبكى هو والصدر الأعظم بير محمد باشا. وكان ذلك في الليلة التي تصل الجمعة بالسبت المصادف ليوم 21 و 22 من أيلول سنة 1520. وطبعا بعد ذلك تولى السلطان سليمان القانوني الدولة العثمانية ليجد فيما تركه له والده إرثا عظيما، حيث أن سليم الأول يعتبر من أقوى السلاطين في التاريخ الإسلامي. أعزائي، هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن ينال أعجابكم، وإلى اللقاء في تقارير قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.